التأييد موجود، لأن الإنجازات والإعجاز اللي بيعمله مع سيادة الرئيس في الإنجازات بتاعته دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، هي اللي بتجذب كل الناس دي، كل الناس لقطاع الرياضة أو أي قطاع تاني. والعمل هو اللي بيقيمه الشعب كله، اللي عمله سيادة الرئيس من أيام الثورة وإنقاذ مصر من الكبوة اللي كانت فيها، واللي بيحصل كل يوم، والجديد اللي بيحصل كل يوم، والتنمية اللي بتحصل كل يوم، والتقدم ده دي حاجة محسوبة للرئيس. فاحنا أقل الأمور إن احنا نطلب إن هو يبقى معانا ونبايعه على فترة تانية، ونعد إن احنا كل واحد بكل مواطن في مصر هيعمل دوره، أو كل قطاع في مصر هيعمل دوره، عشان نقدر نوصل بمصر للمرتبة اللي هي تستحقها، واللي تستحقها المصري الحقيقة تستحقها أكتر من اللي هي فيه ده بكتير. طبعا الانجازات اللي فاتت ما حصلتش من مئات السنين الحقيقه، يعني بالنسبه حتى للسباحه احنا جبنا ميداليه عالم وميداليه اولمبيه في الشباب، وجبنا ميداليتين عالم في الناشئين، ده ما حصلش من فترات طويله جدا، وده ناتج عن الاستقرار وعن دعم الدوله للرياضه والرياضيين. طبعا يكفينا فخرا ان سياده الرئيس اعلن ان عام 2018 ده عام ذوي القدرات الخاصه، اللي هم احنا طبعا فرحنا الشعب المصري لما كنا في ريو. بعد ما رجعنا من ريو عملنا انجازات في بطوله العالم لالعاب القوى. مش جايين نقول الانجازات اللي اتعملت، لان الانجازات بتتحدث عن نفسها، والفتره اللي قضاها الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنقول له النهارده جايين كرياضيين، وانا جاي مندوب عن اللواء محمد عبد السلام للسفر للخارج، ان نقول ان احنا النهارده جايين مش نأيدك، انت مش محتاج تأييد من حد ولا محتاج تأييد من الرياضيين، انت محتاج ان احنا نقول لك بنشكرك على الفتره العظيمه العصيبه اللي انت عملتها، ولو ما كانش اتعمل اي حاجه من الانجازات اللي محدش يقدر ينكرها، وعملت انجاز واحد فقط، انك انت حميت الشعب المصري وحميتنا كلنا، وحطيت رقبتك على كفك زي ما بنقول احنا كعسكريين، انك تحارب انت والجيش المصري العظيم حرب شعواء رهيبه هي ضد الارهاب والارهابيين. الحمد لله احنا بننعم دلوقتي بالاستقرار والامن والامان، وجايين مش نساندك، احنا جايين نطلب منك ونشكرك استكمال الفتره اللي جايه باذن الله.